بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك يا رب وسعديك وسبحانك، اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ارحم محمدا وآل محمد كما رحمت إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وآل محمد كما سلمت على نوح في العالمين. اللهم امنن على محمد وآل محمد كما مننت على موسى وهارون. اللهم صل على محمد وآل محمد كما شرفتنا به. اللهم صل على محمد وآل محمد كما هديتنا به. صل على محمد وآل محمد وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون، على محمد وآله السلام كلما طلعت شمس أو غربت، على محمد وآله السلام كلما طرفت عين أو برقت، على محمد وآله السلام كلما ذكر السلام، على محمد وآله السلام كلما سبح الله ملك أو قدسه، السلام على محمد وآله في الأولين، والسلام على محمد وآله في الآخرين، والسلام على محمد وآله في الدنيا والآخرة. اللهم رب البلد الحرام ورب الركن والمقام ورب الحل والحرام، أبلغ محمدا نبيك عنا السلام. اللهم أعط محمدا من البهاء والنضرة والسرور والكرامة والغبطة والوسيلة والمنزلة والمقام والشرف والرفعة والشفاعة عندك يوم القيامة، أفضل ما تعطي أحدا من خلقك، وأعط محمدا فوق ما تعطي الخلائق من الخير أضعافا كثيرة لا يحصيها غيرك. اللهم صل على محمد وآل محمد،
أطيب وأطهر وأزكى وأنمى وأفضل ما صليت على أحد من الأولين والآخرين وعلى أحد من خلقك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووالي من والاه وعاد من عاداه وضاعف العذاب على من شرك في دمه. اللهم صل على فاطمة بنت نبيك محمد عليه وآله السلام ووال من والاه وعاد من عاداه وضاعف العذاب على من ظلمها والعان من آذى نبيك فيها. اللهم صل على الحسن والحسين إمام المسلمين ووال من والاهما وعاد من عاداهما وضاعف العذاب على من شرك في دمائهما. اللهم صل على علي بن الحسين إمام المسلمين ووال من والاه وعاد من عاداه وضاعف العذاب على من ظلمه. اللهم صل على محمد بن علي إمام المسلمين ووال من والاه وعاد من عاداه وضاعف العذاب على من ظلمه. اللهم صل على جعفر بن محمد إمام المسلمين ووال من والاه وعاد من عاداه وضاعف العذاب على من ظلمه. اللهم صل على موسى بن جعفر إمام المسلمين ووال من والاه وعاد من عاداه وضاعف العذاب على من شرك في دمه. اللهم صل على علي بن موسى إمام المسلمين ووال من والاه وعاد من عاداه وضاعف العذاب على من شرك في دمه. اللهم صل على محمد بن علي إمام المسلمين ووال من والاه وعاد من عاداه وضاعف العذاب على من ظلمه. اللهم صل على علي بن محمد إمام المسلمين ووال من والاه وعاد من عاداه وضاعف العذاب على من ظلمه. اللهم صل على الحسن بن علي إمام المسلمين ووال من والاه وعاد من عاداه وضاعف العذاب على من ظلمه. اللهم صل على الخلف من بعده إمام المسلمين ووال من والاه وعاد من عاداه وعجل فرجه. اللهم صل على القاسم والطاهر ابني نبيك. اللهم صل على رقية بنت نبيك والعن من آذى نبيك فيها. اللهم صل على أم كلثوم بنت نبيك
والعن من آذى نبيك فيها. اللهم صل على ذرية نبيك، اللهم اخلف نبيك في أهل بيته، اللهم مكن لهم في الأرض، اللهم اجعلنا من عددهم ومددهم وأنصارهم على الحق في السر والعلانية. اللهم اطلب بذحلهم ووترهم ودمائهم، وكف عنا وعنهم وعن كل مؤمن ومؤمنة بأس كل باغ وطاغ وكل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. وقال السيد ابن طاووس وتقول: يا عدتي في كربتي، ويا صاحبي في شدتي، ويا ولي في نعمتي، ويا غايتي في رغبتي، أنت الساتر عورتي والمؤمن روعتي والمقيل عثرتي، فاغفر لي خطيئتي يا أرحم الراحمين. وتقول: اللهم إني أدعوك لهم لا يفرجه غيرك، ولرحمة لا تنال إلا بك، ولكرب لا يكشفه إلا أنت، ولرغبة لا تبلغ إلا بك، ولحاجة لا يقضيها إلا أنت. اللهم فكما كان من شأنك ما أذنت لي به من مسألتك، ورحمتني به من ذكرك، فليكن من شأنك سيدي الإجابة لي فيما دعوتك، وعوائد الإفضال فيما رجوتك، والنجاة مما فزعت إليك فيه، فإن لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك، فإن رحمتك أهل أن تبلغني وتسعني، وإن لم أكن للإجابة أهلا فأنت أهل الفضل، ورحمتك وسعت كل شيء، فلتسعني رحمتك يا إلهي يا كريم. أسألك بوجهك الكريم أن تصلي على محمد وأهل بيته، وأن تفرج همي وتكشف كربي وغمي، وترحمني برحمتك وترزقني من فضلك، إنك سميع الدعاء قريب مجيب. وصلى الله على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
لبيك يا ربي وسعديك وسبحانك. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارحم محمدا وآل محمد كما رحمت إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وآل محمد كما سلمت على نوح في العالمين. اللهم امنن على محمد وآل محمد كما مننت على موسى وهارون. اللهم صل على محمد وآل محمد كما شرفتنا به. اللهم صل على محمد وآل محمد كما هديتنا به. صل على محمد وآل محمد وبعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. على محمد وآله السلام كلما طلعت شمس أو غربت. على محمد وآله السلام كلما طرفت عين أو برقت. على محمد وآله السلام كلما ذكر السلام. على محمد وآله السلام كلما سبح الله ملك أو قدسه. السلام على محمد وآله في الأولين والسلام على محمد وآله في الآخرين والسلام على محمد وآله في الدنيا والآخرة. اللهم رب البلد الحرام ورب الركن والمقام ورب الحل والحرام أبلغ محمدا نبيك عنا السلام. اللهم أعط محمدا من البهاء والنضرة والسرور والكرامة والغبطة والوسيلة والمنزلة والمقام والشرف والرفعة والشفاعة عندك يوم القيامة أفضل ما تعطي أحدا من خلقك. وأعط محمدا فوق ما تعطي الخلائق من الخير أضعافا كثيرة لا يحصيها غيرك. اللهم صل على محمد وآل محمد أطيب وأطهر وأزكى وأنمى وأفضل ما صليت على أحد من الأولين والآخرين وعلى أحد من خلقك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على علي أمير المؤمنين
ووالما والاه وعادما عاداه وضاعف العذاب على من شرك في دمه. اللهم صل على فاطمة بنت نبيك محمد عليه وآله السلام، ووال من والاه وعاد من عاداه وضاعف العذاب على من ظلمها والعان من آذى نبيك فيها. اللهم صل على الحسن والحسين إمام المسلمين، ووال من والاهما وعاد من عاداهما وضاعف العذاب على من شرك في دمائهما. اللهم صل على علي بن الحسين إمام المسلمين، ووال من والاه وعاد من عاداه وضاعف العذاب على من ظلمه. اللهم صل على محمد بن علي إمام المسلمين، ووال من والاه وعاد من عاداه وضاعف العذاب على من ظلمه. اللهم صل على جعفر بن محمد إمام المسلمين، ووال من والاه وعاد من عاداه وضاعف العذاب على من ظلمه. اللهم صل على موسى بن جعفر إمام المسلمين، ووال من والاه وعاد من عاداه وضاعف العذاب على من شرك في دمه. اللهم صل على علي بن موسى إمام المسلمين، ووال من والاه وعاد من عاداه وضاعف العذاب على من شرك في دمه. اللهم صل على محمد بن علي إمام المسلمين، ووال من والاه وعاد من عاداه وضاعف العذاب على من ظلمه. اللهم صل على علي بن محمد إمام المسلمين، ووال من والاه وعاد من عاداه وضاعف العذاب على من ظلمه. اللهم صل على الحسن بن علي إمام المسلمين، ووال من والاه وعاد من عاداه وضاعف العذاب على من ظلمه. اللهم صل على الخلف من بعده إمام المسلمين، ووال من والاه وعاد من عاداه وعجل فرجه. اللهم صل على القاسم والطاهر ابني نبيك. اللهم صل على رقية بنت نبيك، والعن من آذى نبيك فيها. اللهم صل على أم كلثوم بنت نبيك، والعن من آذى نبيك فيها. اللهم صل على ذرية نبيك. اللهم اخلف نبيك في أهل بيته. اللهم مكن لهم في الأرض. اللهم اجعلنا من عددهم ومددهم وأنصارهم على الحق،
في السر والعلانية. اللهم اطلب بذحلهم ووترهم ودمائهم، وكف عنا وعنهم وعن كل مؤمن ومؤمنة بأس كل باغ وطاغ وكل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. وقال السيد ابن طاووس وتقول: يا عدتي في كربتي، ويا صاحبي في شدتي، ويا ولي في نعمتي، ويا غايتي في رغبتي، أنت الساتر عورتي والمؤمن روعتي والمقيل عثرتي، فاغفر لي خطيئتي يا أرحم الراحمين. وتقول: اللهم إني أدعوك لهم لا يفرجه غيرك، ولرحمة لا تنال إلا بك، ولكرب لا يكشفه إلا أنت، ولرغبة لا تبلغ إلا بك، ولحاجة لا يقضيها إلا أنت. اللهم فكما كان من شأنك ما أذنت لي به من مسألتك، ورحمتني به من ذكرك، فليكن من شأنك سيدي الإجابة لي فيما دعوتك، وعوائد الإفضال فيما رجوتك، والنجاة مما فزعت إليك فيه. فإن لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك، فإن رحمتك أهل أن تبلغني وتسعني. وإن لم أكن للإجابة أهلا، فأنت أهل الفضل، ورحمتك وسعت كل شيء، فلتسعني رحمتك يا إلهي يا كريم. أسألك بوجهك الكريم أن تصلي على محمد وأهل بيته، وأن تفرج همي وتكشف كربي وغمي، وترحمني برحمتك وترزقني من فضلك، إنك سميع الدعاء قريب مجيب. وصلى الله على محمد وآل محمد.